هو بوابة ثرية تفتح على التاريخ الرياضي الأولمبي لمصر والعالم، متحف توني الأولمبي في القاهرة. متحف توني الأولمبي يعتبر توثيق للحركة الأولمبية المصرية، الرياضة بصفة عامة والرياضة الأولمبية بصفة خاصة. المتحف بيحكي تاريخ الحركة الأولمبية في مصر من 1910، بدأت من مؤسسة السلاجة الأولمبية المصرية في 13/6/1910. يعكس هذا القسم شغف قدماء المصريين بممارسة الرياضة، ومنها رمي السهم والسلاح والمصارعة والعدو والتجديف وحتى الجمباز. ملوك الفراعنة أيضا كان عليهم اجتياز اختبارات رياضية أمام العامة لتجديد فترات حكمهم كل 30 سنة، طبقا لأقدم أثر رياضي في العالم على الإطلاق، وهو لوح الملك زوسر. هنا ملصق لأول دورة ألعاب أولمبية حديثة في أثينا عام 1896، بالإضافة إلى 3 ميداليات تتويج أصلية في هذه الدورة. أول مشاركة لمصر في الدورات الأولمبية كانت في أولمبياد ستوكهولم عام 1912، وكانت مشاركة شرفية بلاعبي سلاح الشيش أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي للملك فاروق الأول. شهدت دورة أمستردام عام 1928 حصول مصر على أول ميدالية أولمبية للرباع سيد نصير، وفي أولمبياد برلين قلد القائد الألماني أدولف هتلر ذهبية رفع الأثقال للرباع المصري خضر التوني خلال الحدث الرياضي الوحيد الذي حضره هتلر في تلك الأولمبياد، وقال للتوني وقتها: أتمنى لو كنت ألمانياً. حلت أحداث ومواقف سياسية دون مشاركة مصر في عدد من الدورات الأولمبية، فلم تتمكن مصر من إكمال دورة ملبورن وستوكتوم بسبب العدوان الثلاثي عام 56، حالها كحال دورة ميونخ عام 1972 التي لم تكتمل بسبب احتجاز البعثة الإسرائيلية على يد مجموعة مسلحة فلسطينية. واطلع آنذاك بدور الوسيط بين الخاطفين والحكومة الألمانية المهندس أحمد الدمرداش التوني والذي يحمل المتحف اسمه. مهندس أحمد مرداش توني هو عضو اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1960 حتى وفاته في عام 1997. منذ العصر الفرعوني وحتى الآن يؤرخ هذا المتحف لتاريخ الرياضة في مصر والعالم. وهنا تبقى نافذة أولمبياد لندن 2012 فارغة إلا من الدعوة التي وجهتها اللجنة الأولمبية وبعض شعارات الدورة، وذلك حتى إشعار آخر. من متحف توني الأولمبي، هناء عوني، BBC، القاهرة.